أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم غلاف بحث أو تقرير مثل ما نلاحظ بطريقة احترافية وبسيطة بنفس الوقت. أيضا بإمكانكم تحملون كل هذه الصور والمرفقات المستخدمة بهذا التصميم مجانا. خليكم ويانا. أهلا بكم من جديد. في البداية لابد أنه نتأكد من المقاس A4. طبعا نذهب الى قائمة التخطيط ومن ثم الحجم ونختار A4. الان من قائمة ادراج صورة راح نضيف الخلفية الخاصة بالغلاف، وطبعا مثل ما اكدنا انه بامكانكم ان تحملوها بشكل مجاني. نذهب الى هذا الجهاز، طبعا هذه هي الصورة. حتى نحرك الصورة ونتحكم بحجمها لابد انه نعمل لها التفاف النص، وراح نضغط على الصورة كليك ايمن ونختار التفاف النص، وبما ان الصورة راح تكون خلفية فراح نختار خلف النص. الان نقدر نحرك الصورة ونتحكم بحجمها بشكل سهل وبسيط. نكبر الصورة على كبر الورقة، وممكن طبعا نصغر الورقة بهذه الطريقة. الان من قائمة ادراج صورة هذا الجهاز راح نضيف الصورة الخاصة بشعار الجامعة او الكلية. ايضا بنفس الطريقة لابد انه نعمل لها التفاف النص، كليك ايمن التفاف النص وراح نختار امام النص. طبعا اختارينا امام النص لان الصورة راح تكون هي بالامام وليس بالخلف مثل الخلفية. طيب الان راح نصغر الشعار نخليه بالاعلى وراح يكون طبعا بالركن الاعلى الايسر. الان راح نضيف اسم الكلية والجامعة من قائمة ادراج مربع نص، راح نضيف رسم مربع نص. الآن راح نغير الحجم، طبعا ممكن يصير الحجم 14 بولد، وطبعا من تنسيق الشكل راح نلغي الإطار والتعبئة. من خلال تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة والإطار راح يكون بدون إطار. طبعا إذا نجي نكبر العرض نلاحظ أنه ممتاز التصميم، ولكن فقط يحتاج ممكن أن يكون 16 جيد. الآن راح نضيف اسم البحث واسم الطالب والأستاذ المشرف. من قائمة إدراج نروح على مربع نص، رسم مربع نص، راح نكتب بهذه هي الطريقة، وراح نكتب عنوان البحث اللي هو فن الإدارة المكتبية. راح نكبر حجم الخط ونغير الفونت، مثلا راح نختار فونت GEST ونكبر الحجم وليكن 72 او 60 ممكن. ممتاز. وممكن طبعا من تباعد الاسطر يكون 1، اعتقد ممتاز. الان راح نتخلص من المخطط التفصيلي والاطار من تنسيق الشكل، طبعا لابد انه نحدد الشكل وتنسيق الشكل، تعبئة الشكل بلا تعبئة، الاطار بلا اطار. راح نحدد النص كله، ومن الشريط الرئيسي راح نختار لون ابيض بهذه الطريقة. الان راح نضيف اسم الشخص، طبعا ممكن ناخذ هذا النص نفسه كنترول سي كنترول في، وممكن طبعا نصغره ونكتب اعداد الطالب بهاء عبد الستار مثلا، لا على التعيين. طبعا راح يكون توسيط، راح يكون مربع النص من بداية الأزرق إلى نهاية الأزرق بهذه الطريقة. طبعا ممكن ينزل إلى الأسفل، وراح يكون اللون ممكن نختار اللون الأصفر، هذا اللون الأصفر أعتقد جيد. جيد. الآن راح ناخذ نسخ أيضا كنترول سي كنترول في من هذا النص، وراح نكتب هنا إشراف دال نقطة محمد العبيدي، طبعا اسم عشوائي، وراح يكون لون ابيض حتى يصير عندنا تناسق ابيض اصفر ابيض. ممتاز. طبعا ممكن انه نضيف هنا بالاسفل التاريخ او السنة، مثلا راح اضيف 2024 بهذه الطريقة، وممكن طبعا تكون باللون البرتقالي حتى يصير عندنا تناسق. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا غلاف تقرير احترافي
ومميز بنفس الوقت.